السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذ ولا حتى أولياء تلاميذ لهم يشاهدوا فينا. معكم الأستاذة ياسمين، واليوم إن شاء الله راح نشوفوا درس في مادة العلوم الطبيعية والحياة، وهو تكملة لدرس ولا وحدة النبات الأخضر. دونك ما شفنا في الفيديوهات السابقة النبات الأخضر وش فيه، ما هي شروط النمو، وش هي المكونات تاع الجذر الى غير ذلك. ان شاء الله اليوم راح نشوفوا النصغ الناقص والنصغ الكامل، وان شاء الله الفيديو تاع المره الجايه راح يكون عن النتح ان شاء الله. دونك ابنائي باش ما نطولش عليكم، يلا نبداو نقرا ونفهموا شنو معناتها نصغ كامل وشنو معناتها نصغ ناقص، مفهوم؟ اذا اول شيء ما يقدرش يكون نصغ ناقص بدون كامل او كامل بدون ناقص. دونك يلا نشوفوا مع بعض. حبيت انا نرسم لكم لهنا النبته تاعنا ونبداو نقراو كيف يتشكل فيها النصغ الناقص والكامل، وبيان سور نروحو نديرو حوصله ولا نتيجه اللي نخلوها في راسنا. اذا يلا ابنائي نبداو لهنا نشوفو واش عندنا. اذا عندنا النبات تاعنا كما راكم تشوفوا نبات اخضر. اذا هاي التربه تاعي واش فيها؟ فيها ماء واملاح معدنيه، مفهوم؟ اذا لازم التربه تاعي تكون فيها ماء واملاح معدنيه، مفهوم؟ هذه اول شيء. لازم كذلك يكونوا عندي جذور، دونك النبته تاعي بيان سور راح تكون بالجذور باش يصرى امتصاص جذري. دونك نلحقوا له، اذا لازم يكون عندي الجذر، وفي الجذر واش نلقى؟ نلقى اوبار مصه. لاحظتوا بلي هذا درس تاع الجذر اللي درناه المره اللي فاتت. دونك عندنا كذلك ساق النبته، الساق معناتها الساق طويله، احسنتم. دونك عندي ثمره من النبته، عندنا برعم نهائي. علاش نسموه برعم نهائي؟ معناتها مازال ما تشكلش، برعم معناتها صغير، نهائي معناتها راهو جاي في نهايه النبته. نروحوا من الجهه اليمنى تاعنا، عندنا لهنا عباره عن ورقه. دونك في هذه الورقه راح نوريكم كيفاش يصرى التركيب الضوئي ومنه يتحول النصغ الناقص الى كامل. دونك مفهوم؟ اول شيء لازم نعرف اذا عطاونا هكذا نعرف كيفاش نقراها. اذا عندنا تربه فيها ماء واملاح، الجذر تاعي فيه اوبار مصه، النبات تاعي فيه ساق، ثمره برعم نهائي، وبيان سور الورقه تاعنا. دونك بعد ما شفنا وشنو هي، يلا نشوفوا وراو النصغ الناقص وراو النصغ الكامل. اذا ابنائي لهنا اول شيء نبدا نقرا من تحت للفوق، عمرنا لا نقراو النبات من الفوق للتحت اكيد. دونك اول شيء عندنا التربه تاعنا واش فيها؟ تربه مشبعه بالماء والاملاح. اذا واش راح يصرى لهنا؟ اول عمليه تصرى هي الامتصاص الجذري. دونك اول خطوه تكتبوها هي الامتصاص الجذري. واش معناتها امتصاص جذري؟ معناتها النبات الاخضر تاعنا بواسطة الجذور وبالتحديد الأوبار الماصة يمتص الماء والأملاح المعدنية، مفهوم؟ مفهومة جدا. إذا الامتصاص الجذري واش يصرى؟ مكتوب امتصاص جذري، اسم على مسمى، معناتها الجذور تمتص. واش تمتص الجذور؟ الماء والأملاح. إذا بعد ما يصرى الامتصاص الجذري، يلا الأوبار الماصة تبدأ تمص في هذاك الماء والأملاح، واش يصرى؟ تطلع من الجذور، تمر عبر الساق لتصل الى الاوراق، مفهوم؟ اذا اسمعوا مليح واش حنقول لهنا. اذا خلاص من الاوبار الماصه بدات تطلع، هنا ما نسموهاش ماء واملاح معدنيه، هنا نبداو نبدلوا لها التسميه تاعها ويسمى نصغ ناقص. اذا نبسطوا الامور، نصغ ناقص ما هو الا ماء زائد املاح معدنيه طلعت من الجذر الى الساق لحقت للاوراق، مفهوم؟ اذا ما نكبروهاش وما نعقدوش الامور. ماء زائد املاح معدنيه في التربه، في التراب نسميهم ماء واملاح. اذا طلعوا امتصهم الجذر، اذا طلعوا للساق وراحوا الاوراق خلاص، دونك الطلعه هذه ما نزيدش نسميه ماء واملاح، نسميه نصغ ناقص، مفهوم؟ اذا سهله جدا. اذا النصغ الناقص قلنا يطلع من الجذور يمر عبر الساق ليصل الى الاوراق. يلا دونك الاخضر تبعوني، الاخضر وشنو هو؟ هو مسار النصغ الناقص، معناتها مسار الطريق تاع النصغ الناقص، اوكي؟ دونك الحق لهنا نصغ ناقص. يلا نشوفوا كيف يتحول الى نصغ كامل عن طريق عمليه التركيب الضوئي. اذا كيسقسونا في الاسئله كيف يتحول النصغ الناقص الى كامل عن طريق عمليه التركيب الضوئي، كيفاش تصرى؟ يا اخي قرينا التركيب الضوئي في الفيديو السابق، قلنا يلزمنا ماء واملاح معدنيه اللي لهنا خلاص ولات نصغ ناقص، اوكي؟ ويلزمنا ضوء، يلزمنا كذلك CO2 ويخضر، اوكي؟ دونك مادام وفرت لها CO2، وفرت لها النصغ الناقص اللي هو ماء زائد املاح، وفرت لها ضوء،
خلاص ندير، واللي يخضر طبعا ندير عمليه التركيب الضوئي. عمليه التركيب الضوئي ماذا ينتج عنه؟ بيان سور ينتج عنه مواد عضويه كما اللي هنا درنا لكم النشاء. ماده عضويه يقدر يكون سكريات، تقدر تكون دهون الى غير ذلك على حسب النبات واش يخرج. اذا مادام ركبت الماده العضويه اللي هي النشاء خلاص نقدر نقول باللي خلاص صار تركيب ضوئي بيان سور. ومادام النبات ياخذ سي او 2 واش قلنا في عمليه الطرح المبادله الغازيه يطرح الاو 2، دونك دائما كي تدخلوا سي او 2 تم خرجوا الاو 2 باش ما تنساوهش، مفهوم؟ اذا التركيب الضوئي شكلت به ماده عضويه اللي كيما رانا نلاحظوا لهنا النشاء، خلاص لو فات اللي نشكلوا ماده عضويه خلاص معناتها شكلنا الماده العضويه تاعنا مهما كانت، اذا يولي لهنا اسمه خلاص النصغ الكامل كمل، عفوا النصغ الناقص كمل الدور تاعو يصبح نصغا كامل. دونك ها هو النصغ الكامل راهو بالتشيني، انا درت لكم لهنا بالاورانج، مفهوم؟ اذا النصغ الكامل هو العباره خلاص شكل لي هذوك النشاء ولا السكريات ليسونسييل الفيتامينات اللي تسحقهم النبات. اذا يلا نروحوا نشوفوا كيفاش يروح الى البرعم النهائي، يروح الثمرات، يروح لكل اجزاء النبات حتى انه يعاود يهبط حتى للجذور لكي يغذيها. اوكي دونك مادام درنا تحول النصغ الناقص الى كامل معناتها شكل لي كاع المواد اللي تستحقها النبته لكي تنمو وتعيش. اذا ما عليه الا يروح يوزعها على كامل النبات ليتغذى وينمو بها، مفهوم؟ سهل جدا وما كاش اسهل منه. اذا نعاودوا مع بعض، يكون عندي ماء واملاح معدنيه في التربه عن طريق الامتصاص الجذري، معناتها الاوبال المصه اللي جايه في الجذور تمتصها تطلع من الجذور الى الساق ثم الاوراق، غير تطلع هذيك غير هذيك تطلع فقط نسميه نصغ ناقص. اذا النصغ الناقص باش يلتقي اذا وفرنا له ضوء سي او 2 ويخضر راح يتشكل لي تصرع عمليه التركيب الضوئي، وبيان سور يتشكل النشاء اللي هو ماده عضويه، ما يهمش اي ماده عضويه تتشكل معناتها خلاص كاين تركيب ضوئي، وبيان سور يطرح النبات تاعنا الاو 2. بهذا نكونوا شكلنا النصغ الكامل اللي يروح ينتقل الى كامل النبات ليغذيه، مفهوم؟ اللي هنا كذلك عندنا راح نقراو عليها فيديو وحده اللي هو عمليه النتح، راح نشوفوه، وهو انه النبات تاعي يخرج بخار ماء ولا قطرات من الماء اللي نسموه احنا في اللغه العربيه الندى، مفهوم؟ لكن في العلوم نسموه عمليه النتح. هذا بالنسبه لي دائما نكتبوا لهم لتحت مخطط يلخص التغذيه عند النبات الاخضر، معناتها كيفاش يتغذى النبات الاخضر في التمارين. ملاحظه في التمارين دي فوا يعطوكم هكذا وانتم تحطوا البيانات، ولا العكس يعطيكم كلش ويقول لكم زعما لخص في بضعه اسطر التغذيه عند النبات الاخضر. اذا الخلاصه اللي تكتبوها ابنائي ولا اللي يحب مثلا يكتب ياخذ ورقه وسيلو يكتب باش يحفظ كيفاش اذا قالوا له تعريف النصغ الناقص ولا الكامل، راني كتبتها لكم لهنا. دونك يلا هو شنو هو النصغ الناقص؟ مادام خلاص فهمنا المخطط هذاك دونك وحدنا، سواء اذا كان عندنا تعبير ممتاز باللغه العربيه نكتبه وحدنا، سينو نحفظوا هذا الزوج. اذا النصغ الناقص قالنا يمتص الجذر، معناتها هذوك الجذور، عن طريق الاوبار المصه، معناتها الاوبار المصه هذوك اللي كاين في الجذور، الماء والاملاح، معناتها الاوبار المصه اللي كاين في الجذر واش تمتص؟ تمتص الماء والاملاح الموجوده في التربه، ونطلق على هذه المواد الممتصه تعبير النصغ الناقص، معناتها غير تمتص الاوبار المصه الماء والاملاح المعدنيه المنحله في التربه خلاص ويطلع للساق الاوراق، ما نوليش نسميه ماء زائد املاح، نسميه نصغ ناقص. هذا هو تعريف تاع النصغ الناقص. يلا نشوفوا النصغ الكامل مع بعض. قلنا ينتقل النصغ الناقص عبر الانابيب الخشبيه، دونك لاحظوا الانابيب الخشبيه هي التي ينتقل عبرها النصغ الناقص، تسميه فقط. اوكي دونك لازم تحفظوها باللي النصغ الناقص ينتقل في الانابيب الخشبيه، اوكي جوغ الانبوب اللي يمر عليه النصغ الناقص، من الجذور الى الساق وصولا الى الاوراق كما شفنا مع بعض، معناتها يطلع من الجذور نحو الساق حتى يصل الى الاوراق، وفي الاوراق يتكون النصغ الكامل، في الورقه هو اللي يصرى النصغ الكامل، مفهوم؟ مثلا راح تشوفوا ان شاء الله في الاختبارات راح يعطوكم الموقع، الاسم مثلا النصغ الناقص الاسم تاعو وين يصرى، شكون يديه مثلا
الى غير ذلك راح نشوفهم مع بعض. دونك وفي الاوراق يتكون النصغ الكامل نتيجه عمليه التركيب الضوئي. ما عمليه التركيب الضوئي هي المسؤوله عن انتاج النصغ الكامل ليتوزع هذا الاخير الى كامل انحاء النبات بواسطه الانابيب الغربانيه. دونك واش راح نلاحظوا بلي الانابيب الخشبيه تنقل النصغ الناقص، اما الانابيب الغربانيه هي اللي تدي النصغ الكامل، مفهوم؟ النصغ الناقص كذلك يكون موجود في الجذر بيان سور، ينتقل الى الساق ثم الاوراق، لكن المقر تاع الاول هو النصغ الناقص. اما النصغ الكامل وين يصرى؟ يصرى في الاوراق، مفهوم؟ العمليه اللي تعطيني النصغ الناقص هي الامتصاص الجذري، واللي تعطيني النصغ الكامل هي التركيب الضوئي، مفهوم؟ دونك سهله جدا، التركيز فقط بسيط، مفهوم ابنائي؟ هذا بالنسبه للدرس تاع نهار اليوم اللي كان مخطط يبين التغذيه عند النبات الاخضر، وكذلك قرينا النصغ الناقص والكامل. الفيديو نهار الجاي راح يكون النتح ان شاء الله، ونغلق وحده النبات الاخضر. دونك اي سؤال ولا استفسار خلوه لي في التعليقات، نحاول نجاوب عليه في اقرب وقت. وكما نقول لكم كالعاده بارتاجيو الفيديو ان شاء الله ليصل النفع الكامل التلاميذ ان شاء الله، وبالتوفيق.